كنا عايزين نحكي حدوته كده على طول عشان الوقت عمال يسرقنا، وانا نفسي اسمع الحدوته قوي ازاي بتحكيها للاطفال. ماشي، ممكن اقول حدوته عشان ضرر استخدام التابلت بشكل كبير على الاطفال، فاسمها مروان والنسيان. مروان والنسيان، يلا ممكن اقولها. كان يا مكان يا ساده يا كرام، في سالف العصر والزمان، ولد جميل اسمه مروان، كان شاطر في مذاكرته ومحبوب من كل اصحابه واسرته، بس كان عنده مشكله واحده بس، هي النسيان. ما ياخدش باله حط فين كراساته ولا الاقلام، ودايما مش مركز وعلى طول على طول سرحان. مامته تقول له ما ينفعش كده يا مروان، نركز شويه. يقول لها حاضر، وما فيش فايده، بينسى رايح فين وجاي منين، دماغه توهان توهان. مامته تقول له شيل لعبك في اوضتك، ينسى ويحطها فوق الروف، وبعدها يفضل يدور عليها ولا يلاقيها. مامته تقول له اعمل واجبك، يفتح كراساته وينسى كان عايز يكتب ايه، لكن لما تقول له روح امسك التابلت شويه، على طول على طول يروح زي الرهوان، ويفضل ماسكه ساعتين ويمكن ثلاثه كمان. مامته تقول له مش معقول يا مروان، الوقت نقسمه ونستفيد بيه، شويه لعب وشويه رياضه وشويه مذاكره، مش كله كرتون كرتون ولعب على التابلت، ما تضيعش وقتك، وكل حاجه وقت واوان. لكن مروان ما كانش بيسمع الكلام ابدا، طول الوقت عايز يلعب بالتابلت، ودايما يقول لمامته انا بحبه، ما تسيبيني يا ماما العب بيه. تقول له بس ما ينفعش، لان التابلت لوحده ملوش فايده، انت لو عملت حاجه واحده في اليوم هتزهق جدا، وغير كده ان انت هتضيع وقتك. مروان راح النادي، وكل ما الكابتن يقول له حاجه مفيش فايده وما ينفذهاش، ولما راح المدرسه برضه لقى نفسه في الامتحان مش عارف يكتب اي حاجه خالص. المهم ان هو دايما دايما ينسى كل حاجه. الموضوع بدا يتحول لمشكله كبيره. جه قال الكابتن لمامته، والمدرسه كمان قالت لمامته. ايه اللي حصل؟ مامه مروان حست ان الموضوع هيقلب يبقى مشكله كبيره، خدته وراحت للدكتور. وبعدين راح الدكتور قال له ايه؟ الدكتور قال له يا مروان بتقعد على التابلت وقت قد ايه؟ قال له مش عارف يا دكتور، بس انا بحب اني قاعد على التابلت فتره طويله جدا، بكون مستمتع جدا. الدكتور قال له القعدة على التابلت أكتر من نص ساعة يا مروان هتخليك تنسى كل حاجة، زي ما نسيت كل حاجاتك في النادي ونسيت هتكتب إيه في الامتحان. لازم تبقى عارف إن صحيح أنت ممكن تكون بتستمتع بالتابلت، وصحيح بتقضي وقت لطيف وأنت قاعد على التابلت، بس النجاح ممتع أكتر. لما تحس إن أنت ناجح ومؤثر هتحس بسعادة مختلفة تماما. أنت فكر وقرر، مفيش مانع تلعب بالتابلت، تتفرج على التلفزيون، بس كفاية نص ساعة في اليوم، بعدها التركيز هيزيد وحياتك كلها هتتغير وهتكون مبسوط. مروان قال له عندك حق يا دكتور، أنا فعلا هبدأ إن أنا أقلل التابلت شوية. توتا توتا، خلصت الحدوتة. هايلة، والله يا هايلة جدا، أنا اتبسطت بيها جدا.